السلام عليكم. النهارده ان شاء الله نشرح مساله 448 ديف 2 بي اسمها suffix structures. هي المساله ببساطه بتقول ان هو يديني اتنين سترينجز اس وتي، المطلوب ان انا احول السترينج اس عشان يبقى السترينج تي. الحاجات المتاحه ليا اعملها هي ان انا استخدم حاجه اسمها suffix automaton. السفكس اوتوماتون دي بتاخد السترينج ببساطه وبتمسح بيه حرف واحد بس. والحاجه التانية المتاحه هي ان انا استخدم السفكس اري، والسفكس اري ده بديله السترينج ويسواب اي حرفين فيه. دول الحاجتين بس، يا اما استخدم سفكس اوتوماتون، يا اما استخدم سفكس اري، يا اما استخدم الاثنين مع بعض، يا اما مش هينفع احول السترينج وساعتها هطبع نيد تري. فالام ببساطه هيبقى عباره عن كلمتين زي ما اتفقنا، ادي الاس اللي فوق اهو وادي التي. هنا انا عندي كلمة توميت تحت اهي، عايز احول اللي فوق لتوميت، فعندي توميت اهي. فبالتالي انا محتاج امسح ال A وال U اول حرفين، وال O وال N اخر حرفين. انا محتاج امسح بس حروف، فبالتالي هستخدم السفكس اوتوماتون بس، فالاوت هيبقى اوتوماتون. تعالوا نشوف السيمبلز تاني ببساطة خالص. اول تيست معانا زي ما قلنا هي اوتوماتون، ما همسح ال A وال U وهمسح ال N، فبقت وهمسح ال N وال O فبقت توميت وتوميت، فمسحت بس، فعشان كده استخدمت اوتوماتون. تحت هنا الري، فوق الري A دبل R A Y، وتحت A R A R Y. فهنا ممكن ان انا ابدل ال R دي مع ال A فتبقى A R، فبقوا كده زي بعض. فانا استخدمت هنا suffix array بس، فالاوت هيبقى array. هنا عندي بوس وهنا وعندي هوت، فانا همسح ال B، بقى عندي O و T و H وتحت H و O T، فأقدر أعمل سواب ما بين ال T وال O، هيبقى T و O كده، وأقدر أعمل سواب ما بين ال H وال T، فتبقى هنا ال T وهنا ال H. فأنا استخدمت الاتنين، مسحت أول حرف اللي هو كان ال B في بوس، وعملت سواب بين شوية كاركترز. في الكيس دي أنا عندي نيد هنا، ال N متكررة مرة والاي متكرره مرتين والدي متكرره مره، وعندي تري التي متكرره مره والار متكرره مره والاي متكرره مرتين. فانا لو لقيت حرف تحت اللي هو التي مثلا هنا واحد مش موجود فوق اصلا، وانا اصلا فوق، ما بقدرش اعمل حاجه غير ان انا اعمل ايه، ان انا بدل حروف مع بعض او امسح حروف، وبالتالي مش هعرف اضيف حرف زي حرف التي ده، وبالتالي انا هحتاج هنا تري، يعني انا مش هعرف ابدل اللي فوق يبقى زي اللي تحت. فتاني الاوت هيبقى حاجه من اربعه، يا اما suffix array، يا اما suffix automaton، يا اما both، يا اما need tree. طيب تعالوا نفكر كده في حاجه زي كده هتبقى ازاي. نرجع للتيست الثاني ببساطه. انا ممكن ببساطه اعمل array بعد فيه كل حرف جه كام مره كاونتر يعني. فمثلا في التيست اللي تحت دي، تاني تيست، هيبقى عندي ال A ظهر مرتين والار ظهر مرتين والواي ظهر مره. ده بالنسبه للسترنج اللي فوق. نيجي للسترنج اللي تحت، فالاي هيبقى ظهر مرتين والار ظهر برضو مرتين والواي ظهر مره. الحاله دي لو ظهرت انا عندي 2 اي و2 ار وواحده واي، و2 اي تحت و2 ار وواحده واي تحت، فانا كده مش محتاج امسح اي حروف لان طول السترنجين زي بعض، كل حرف متكرر زي اخوه تحت، فمش محتاج امسح اي حاجه، وبالتالي الاوت يبقى الري بس، محتاج احتمال ان انا ابدل. طيب امتى بقى هعرف اصلا انا ابدل ولا لا؟ يعني انا ممكن اطبع الري وممكن اصلا مش ابدل حاجه. مثلا زي مثلا الكيس اللي فوق، انا مسحت بس ال A وال U وال O وال N وما بدلتش اي حاجه. كان ممكن كلمه توميت دي تكون ملخبطه فبدلها كمان، فاستخدم بوس زي ما شفنا تحت في كلمه بوس وهوت. انا ممكن ببساطه هبدا من عند اندكس 0 تحت وهبدا من عند اندكس 0 فوق. هل الاي بتساوي التي؟ لا. هكمل فوق واسيب تحت اللي واقف زي ما انا عند التي. هل اليو بتساوي التي؟ لا، فكل ده يعتبر اتمسح. هل التي بتساوي التي؟ اه، يبقى خلاص انا بقى هاجي عند الاو وهمشي بقى واحده هنا عند الاو، فكده الاو بتساوي الاو، الام مع الام، الاي مع الاي، والتي مع التي، وخلاص كده، والاو والان دول خلاص. فكده انا وصلت تحت لاخر الكلمه، وبالتالي الكلمه اللي تحت موجوده فوق، وبالتالي انا محتاج بس امسح حروف. هي بس مش موجوده فوق، دي موجوده ومترتبه، فانا محتاج بس امسح حروف، فهستخدم suffix array بس. الكود بتاع حاجه زي كده هيبقى ازاي؟ ببساطه اعرف اتنين array زي ما اتفقنا عشان اعد فيهم كل حرف اتكرر كام مره. عملت اتنين strings s1 و s2 وعملت cn ال s1 وال s2. هعمل loop من اول 0 لحد ال s1 dot size وازود ال i، وهقول
ال A of ال S of I ناقص A. يعني معناه ايه الكلام ده؟ لو انا عندي مثلا حرف ال B مثلا، فاقول ال S of I ال S1 of I اللي هو ال B، B ناقص A الفرق بينهم يعني واحد، دي معناها كده يعني هات لي الفرق بين الحرفين، فاقول B ناقص A يبقى واحد، يبقى انا كده بقول له ال A1 of 1 زود عليه واحد، يعني كأني بقول له زود على حرف ال B واحد، ان هو جه مرة واحدة يعني، لو جه بي كمان يزود واحد كمان وهكذا. فانا هنا بعد كل حرف اتكرر كام مرة بالنسبة لل S1، وزيها تحت في ال S2 A2 S2 وامشي لحد ال S2 سايز. طيب انا كده معايا ال array A1 عادد لي كام حرف اتكرر في ال S1، كل واحد اتكرر كام مرة، وال S2 نفس الكلام معدودين في ال A2. همشي بقى على كل الحروف من اول 0 لحد 26، 0 اللي هو حرف ال A لحد 25 بالظبط اللي هو حرف الزد. هقول له ايه؟ هقول له لو عندك الحرف اي حرف فوق اللي هو ال A1 of I جه اصغر من اي حرف تحت هنيد 3 وساعت وهرتن 0. طيب لو خلصت اللوب دي وما خرجتش وعملتش تن 0، ده معناه ان كل حرف تحت موجود فوق على الاقل منه نسخة او اكتر، ممكن يكون قده بالظبط او زيادة. طيب لو لقيت بقى السايزين زي بعض، ده معناه ان كل حرف فعلا متكرر زي نظيره تحت، فساعتها سي اوت اري وارتن زيرو. طيب غير كده قدامي اتنين اوبشن، يا اما سافكس اوتوماتون يا اما احتاج السافكس اوتوماتون مع الاري يبقى الاوت هيبقى بوز. فزي ما اتفقنا هعمل جي بزيرو، والجي دي هتتحرك بس لما الاقي حرفين ايكوال، فاقول له الاي بزيرو لحد اس واحد والسايز من اول السترنج لحد اخره السترنج اللي فوق، هشوف لو الحرف بيساوي الحرف اللي انا واقف عنده اللي هو اول حرف هزود الجي. تخيل مثلا انا معايا كلمه زي كده، وفي هنا مثلا اكس مثلا يعني، وتحت بقى زيها بالظبط، بس هنشيل دول ونشيل الواي ونبدل نخلي هنا اس وهنا ام بس كده. فانا هنا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اشيل الاي والاكس واشيل الواي فوق، فانا كده استخدمت السفكس اوزمودون. طيب هل انا هستخدم كمان الاري معاها؟ هعرف ازاي؟ انا بدات من اول الاي بزيرو هنا والجي بزيرو هنا، الحرفين ايكوال، اه زود الجي وزود الاي كمان، فبقت الاو هنا الاي هنا والجي هنا، الاو والاو زود الاثنين، فبقت الاي واقفه عند الام والجي واقفه عند الاس. هل هم ايكوال؟ لا، هزود الاي بس فجت الاس، فهل الاس بتساوي الاس؟ اه هزود الجي، فالجي بقت واقفه عند الام والاي راحت عند التي. هل التي بتساوي الام؟ لا، خلاص السترنج اللي فوق خلص، وانا خرجت وانا واقف بالجي هنا عند الام. هساله بقى هل الجي ساوت السايز؟ في الحاله دي ما ساوتش السايز، ده معناه طالما هي ما ساوتش السايز يبقى انا مش هخش في الاف دي، يبقى انا هسي اوت بوز، وفعلا لان انا محتاج ابدل الام مع الاس عشان تبقى كده. طيب لو هي كانت ساوت السايز فالجي كانت واقفه عند تي والاي كمان كانت واقفه عند تي، فساعتها كانوا زي بعض، فساعتها كنت هستخدم الاوتوماتون بس ان انا امسح حروف بس كده. يا رب تكونوا استفدتوا، وشكرا، سلام عليكم.